السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم مكرونة بالبشاميل أو معكرونة مثل ما احنا نسميها بالعراقي. وخلينا نبدأ بالمكونات. عندي هنا معكرونة كيس ونص مسلوق، وعندي هنا لحم تقريبا ربع كيلو، وعندي هنا بصلة مفرومة ناعم، وعندي طماطم مفرومة ناعم وملح. والمكونات مال الصلصة هي عبارة عن ملعقتين طحين وملعقتين نشا وجوز الطيب، ملعقة شاي وملعقة شاي، فلفل أسود وطبعا ملح. وعندي هنا تقريبا 750 ملي لتر حليب، أنا يعني خافقته، خال حليب طوز ومي وخافقته. وخلينا نبلش بطريقة العمل. وهذا أيضا جبن حلوم وجبن كرافت، أنا بارشته بهذه الطريقة حتى أزين بيها وأحطها على وجه المعكرونة بالبشاميل ورا ما أنهي تصفيتها أو ترتيبها بالبايركس. راح أسوي الحشوة اللي راح أخليها بالمكرونة. أنزل اللحم وما راح أحط زيت، يعني هو اللحم شوية دهين عندي هناية، وراح مباشرة أخلي البصل وياه وأقلبهم. أريدهم شوية يطرون يعني مع بعضهم ويتجانسون. راح أساعدهم بشوية ملح. راح أضيف هسة الطماطم. أقلبهم باستمرار. أرش رشة من الفلفل الأسود، رشة بسيطة هاي اختيارية، وأكمل رش باقي الملح. طبعا نسيت أقول لكم ملعقتين أكل معجون كلش ضرورية، تنقص نكهة وكثافة للصلصة أو للصوص مال اللحم مال الحشوة. هذه هم اختيارية يعني على حسب رغبتكم، لا تتقيدون بالوصفة. استمر بالتقليب. وأتركها تتسبك تقريبا 10 دقائق وأسوي الصلصة. أنا ما أحط زيوت، أريدها صحية. فرأسا درت المكونات مال الصلصة اللي هي الطحين والنشا والفلفل الأسود، وراح أدير ببطء الحليب وأظل أخلط حتى ما تتكتل عندي. هذه الطريقة أظل أخلط أظل أخلط حتى ما تتكتل عندي. طبعا انا حاطه لها جوز الطيب وفلفل اسود وملح وملعقتين نشا وملعقتين طحين. واكو صلصه يعني خلطه بشاميل جاهزه تنباع بالسوق، يعني اذا ما ردتوا تتعبون وتسوون الصلصه عاد اشتروها. اظل اخلط هنا لحد ما تتجانس حتى ما تتكتل وياي. هنا جهزت وياي، راح اطفيها. راح ارتبها هسه بالبايركس. اضيف المعكرونه طبقه بسيطه جدا من المعكرونه، وبعدين اضيف رشه ملح، وبعدين اضيف من الصلصه مال البشاميل، واضيف هسه الحشوه اللي انا مسويتها وارصها بهذه الطريقه، واكملها وارجع اراويكم اياها. هسه اضيف الطبقه الاخيره، هذا ملح والبشاميل وطبعا الحشوه، وايضا ارتبها بالسباتولا بهذه الطريقه، امدها على كل الطبق. هسه اضيف صلصة البشاميل المتبقية عندي بهذه الطريقة. هسه راح اوزع الجبن بهذه الطريقة على كل البايركس وادخلها الفرن. اوزعها بطريقة مرتبة
وهذا هو أعزائي المشاهدين شكل طبق المكرونة بالبشاميل بعد ما خرجته من الفرن. طبعا حطيته 10 دقائق على الحرارة السفلى، وبعدين صعدته فوق وحطيته على الحرارة العليا لمدة 5 دقائق حتى ياخذ اللون الذهبي. إذا أعجبكم وحبيتوا لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو. أشوفكم على خير وسلامة. باي.